سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الجمع الكريم، يطيب لي في هذا المقام باسم كل أهالي بني وليد، حاضرهم وغائبهم، كبيرهم وصغيرهم، أن أعبر على لكم عن فرحتنا بمقدمكم. أقول لكم ما قالته العرب: حللتم أهلا ونزلتم سهلا، تسعنا قلوبكم تسعكم قلوبنا، والعكس صحيح أيضا، أعرف ذلك. أيها السادة، السيد رئيس الحكومة، السادة أعضاء الحكومة الأفاضل، إن اللسان لا يعجز عن التعبير بالفرحة بمقدمكم هذا. إذا تجاوزت عن بعض العبارات فأقول: إذا غابت الأم عن الأسرة تكون الأسرة في حالة اشمئزاز وتشنج وعبث، وحياة مليئة بالمشاكل. لريثما تحضر الأم، والحكومة أم، وها هي قد جاءت ونحن أولادها. لا نستطيع أن نعبر لكم عن فرحتنا بمقدم الأم. أيها السادة، بني وليد اليوم نظرت إلى الأمل وتنتظر تحقيق الآمال وليس الأمل. مقدمكم هذا يثبت لنا حقائق وليست حقيقة، بأنكم ستقومون بأشياء من شأنها أن تدخل السعادة في نفوس كل السكان، ونفوسنا وقراءاتنا التي نلاحظها ونراها في وجوهكم الطيبة تناديكم هذا، وحضوركم هذا الذي كاد أن يكون إجماعاً يدل على صفائكم وحسن نواياكم ووطنيتكم العالية وتفاهمكم ونظرتكم المستقبلية الواسعة. فنحن سعداء بمقدمكم، ولكأننا نرى أن ما كنا نفكر فيه ونصب إليه قد وصلنا له. فأنتم الأمل، ليس لنا في بني وليد فقط، وإنما في ليبيا بأكملها، ولربما تجتازون الحدود للدول المجاورة، وهذا من شيمكم وأخلاقكم وأخلاق كل الليبيين الأفاضل. أيها السادة، أيها الأفاضل، لو فتحنا دواوين العرب في استقبالها لضيوفها وحتى العجم، لن نستطيع أن نفي بالثناء والشكر على مقدمكم وتناديكم وتجسمكم السفر. أدخلتم لنا السعادة وأتيتم بالسعادة، وسنراها تمشي على الأرض في هذه المنطقة إن شاء الله تعالى، وسيتحقق بعون الله تعالى على أيديكم جبر الضرر وتطيب الخواطر وتليين النفوس وتقريب المسافات، فأنتم لها. السادة الأفاضل، سيد رئيس الحكومة، أنت موفق إن شاء الله تعالى بهذا الجمع الكريم، جمع حكومتك التي كانت في عيوننا أبدار وأقمار، نرى فيها الخير ونرى فيها سعادة البلاد، وستتحقق إن شاء الله تعالى على أيديكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على زيارتكم لنا، ومزيدا إن شاء الله تعالى من التوفيق والعطاء، ونحن
ننظر لأمنا الدولة نظرة احترام وتقدير، وسنبذل كل ما في وسعنا لإعادة بناء الوطن، ونحن نعطي الوطن أسبقية فوق كل شيء وقبل كل شيء، ونحن جنود مع من يبني الوطن.